الخير، سنور ربنا يبارك في حضرتك. بص الله يخليك. حضرتك، انا انت ولا تعرفني ولا اعرفك، كنت كلمت حضرتك. انا كنت متابعة اليوتيوب بتاع حضرتك وعملت كذا برنامج اللي حضرتك قلت عليه، ورجعت لقيت حضرتك فاتح، عملت اكاونت على التيك توك ودخلت لحضرتك وكنت منهارة، وقلت لي بيحصل كذا كذا كذا. حضرتك اديتني افادة وقلت لي على طول، قلت لي سألتني كذا سؤال. انا بتصل حضرتك لحاجتين، يعني دخلت لما لقيتك دلوقتي عشان اول حاجة اقول لك ربنا يبارك في حضرتك، بأمانة الله بأمانة الله، لانك انت جبت لي العلاج من الاخر لما انا كلمت حضرتك لايف زي دلوقتي، وانا تابع وعملته بالظبط، اللي هي سورة البقرة على مية بحر مع سورة هود مع آية النور 66، وطبعا الصلاة على النبي 19 مرة الأول، وبعد كده البسملة، وبختم بالصلاة على النبي 19 مرة. وكان ساعتها فعلا كان سحر مرشوش، وعاوزة أقول لحضرتك جابت نتيجة فعلا. يا دوب حضرتك قلت لي أسبوع، أنا كان خلال أقل من أسبوع كانت أنا بقيت أحس، وبعد كده قلت لي بعد الاسبوع مرتين في الاسبوع، وده فعلا يعني انا حقيقي ربنا يبارك في حضرتك في الايام المفترجه اللي احنا فيها دي. انا من ساعتها حضرتك انا بعمل ورد انا وبنتي. حضرتك كنت مثلا بتقول في اوراد لا اله الا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. انا بحاول ازودها على قد ما اقدر، حاجات معينة، آية النور اللي أنا مش سايباها الحقيقة 66 مرة، حتى في أذكار الصباح والمساء بقولها. مبدئيا أنا عاوز أقول للناس الموجودين، أقسم بجلالة الله ورحمة أهلي، وما فيش أكتر من أقسم بجلالة الله، إن علاج حضرتك فعلا يعني ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك بالقرآن الكريم. لا شعر، لا شعوذة، ولا نلجأ لحد ولا أي حاجة حقيقة. ورب أكيد حضرتك يعني ممكن الناس يكون شاكين في كلامي، بس دي حقيقة. أنا أول ما لقيت حضرتك قلت يا رب تقبل الجست بتاعي ده، رقم واحد. فربنا يبارك في حضرتك. اتفضل. بصي يا استاذه جيرمين، مظبوط الاسم جيرمين أيوه ولا صح اسمي؟ صح جميل أحمد. أيوه طيب بصي يا استاذه جيرمين، انت كان ليكي تجربه مع القران الكريم، وكان ليكي تجربه في الشفاء من القران الكريم ومن سوره البقره. محمد علي ملوش علاقه، يعني اعوذ بالله انا ومعاذ عارف الله، حضرتك الناس دي ليها السبب، علاقه. انا النقطه عارفه ربنا سخرك لينا يا فندم. النقطه الثانيه النقطه الثانيه اللي انا عايز اقول لك عليها، ربنا يبارك فيك يا رب. النقطه الثانيه اللي عايز اقول لك عليها، الناس اللي تصدق اهلا وسهلا، اللي ما صدقش هو بطبيعته بيبقى بيكذب كتير، فبيبقى صعب عليه ان هو يصدق الاخرين. يعني بمعنى اصح، الانسان الصادق دايما بيرى الصدق او بيلتمس الصدق في كلام الاخرين. سيبك بقى من الناس اللي بتكذب او ايا يكن اللي بتقول. هنرجع لنقطه العلاج اللي حضرتك نفذتيه بخصوص موضوع السحر المرشوش والكلام ده. انا انا رجعت. نصيحتي انا نصيحتي حاليا فكره التحصين، لازم نلتزم بنقطه التحصين. لان اللي بيستخدم السحر المرشوش بسهوله يقدر يكرر السحر مره واثنين وثلاثه، فانا مطلوب مني التحصين. طب دي التحصين حقيقة، ازاي؟ التحصين ان انا هعمل دي القراءه اللي انا عملتها في العلاج مره واحده في الشهر، واعملها على اي كميه ميه، ويفضل لو كانت ميه زمزم. اكيد احنا من اهالينا دلوقتي موجودين في الحج والمشاهد، دي ميه زمزم او اي ميه معدنيه. مفيش عندك ميه معدنيه، ميه بحر، ميه اي ميه طاهره. وممكن اضع عليها كمان مثلا ربع ملعقه، لتر ونص كده، احط عليه ربع معلقه من ملح الهيمالايا او ملح البحر، وبحط يعني في ينفع البخاخ اللي هي حضرتك البخاخ المية، الوسطى. ينفع مية أي نوع مية بخاخ وعليها ملح؟ يعني لو ما تحش لسه لما اه يجي بخاخ الناس من الحج إن شاء الله اه ممكن ينفع مية معدنية عادي. ينفع اه ينفع ينفع وبحطها في اي سبراي رشاش، وببدا ان انا ارش اركان المنزل وارش على الاماكن اللي انا ممكن يترش فيها سحر. بس ارش امتى؟ ارش في الفترات اللي هي عارف ان مفيش ناس طالعه ونازله كتير، عشان محدش يدوس على المياه وهي لسه وحضرتك كنت قايل مظبوطه. لي، كنت حضرتك قايل ايوه لي تمام يا قبل المغرب بنص ساعة، يا قبل الفجر بنص ساعة تقريبا. أنا بعمل تمام كده. حلو. يبقى احنا هنستخدم الرش هيكون قبل صلاة الفجر او بعد صلاة الفجر. تمام، طب هو ونسأل الله سؤال بقى، لك أنا الشفاء هو والعافية. يا رب اتفضلي يا رب يا دكتور، اتفضلي. بس هو أنا بكلم حضرتك لأني أنا رجعت تاني للعلاج ده فعلا، وجبت ميه بحر فعلا، وبدات تاني بقى لي داخله اهو، خلصت الاسبوع، بس قلت اكمل بقى في ال10 ايام الخير اللي احنا داخلين عليهم.
انا كان اول حاجه ان انا اكلم حضرتك عشان اشكرك وادعي لك حقيقي، انا بدعي لك حقيقي. كان اول حاجه تاني ان انا حاجه اكلم حضرتك. انا محتاجه، لان احنا انا وبنتي ما عرفوش يقدروا يعني عليا، فداخلين عليا انا وبنتي احنا الاثنين، المستقبل واقف. هو طبعا كل حاجه بقدره الله سبحانه وتعالى، العلاقات مش الطف حاجه، الناس اللي عملت لي الرش المرشوش خايفين، مش مهم انا انا فكيت، بس طبعا بعد ما ربنا سبحانه بعد ربنا سبحانه وتعالى حضرتك. فانا تمام. المشكله دي مش فارق معايا، انا اللي فارق معايا يعني المستقبل، يعني مستقبلنا، مستقبلنا وصحتنا تمام. وعلاقتنا مع بعض. بس طيب يا ريت حضرتك، يا ريت حضرتك مع القراءة اللي أنا قلت لك عليها هنزود سورة الزلزال 11 مرة. يعني هنزود معاها سورة ايوه الزلزال 11 مرة. هنزود سورة تمام، الجن مرة واحدة فقط. بس حضرتك سورة وأنت الجن بتقرأي مرة هتعملي واحدة. إيه؟ وبعد ما تنتهي يعني من إضافة الحاجات اللي قلت عليها القراءة يعني، هنرش برضو البيت، وحاولي حضرتك ترشي الجسد بالكامل. مع ملاحظة يفضل طبعا بالأخص بقى مع الإضافات اللي أنا قلتها دي، يفضل أثناء النوم أو في الأيام اللي أنا هستخدم فيها رش أثناء النوم يكون المأمون بملابس سترة للجسد، يعني ما أنامش وأنا كاشف ايوه أو فاهمة في حضرتك، تمام. يعني وأنبه ازود مثلا على، مع الحاجات دي، ازود عليهم على المية ولا اخليهم ورد مع لا او خلي بقية الاوراد اللي انا بقولها؟ هنزودهم مع العلاج اللي كنت قلت لحضرتك عليه، هنزودهم قراءة على المية. الزلزال 11 مرة والجن مرة واحدة، سورة الجن. صورة الجن. بالنسبة للأوراد بتاعتك أنت تقدري تعملي ورد يومي، مثلا قراءة آية النور نقرأها 11 مرة بعد صلاة العشاء، قراءة آية الكرسي 11 مرة مع أذكار المساء، وبس أنت مش محتاجة حاجة تانية. حضرتك انا بقيت اقرا آية النور زي ما حضرتك قايل بالعدد 66 صبح وبالليل مع الاذكار، تمام لسه بدأها خلاص، امبارح الحقيقه. استمري على يعني الورد. هي لا كانت متعبه، ارتبطي على قصدي اقول لليل، لحضرتك هي ما كانتش سهله، الموضوع مش سهل، بس معلش فضلت ورا هنرتبط نفسي بيه، لان حسيت هنرتبط ان بيه، هي خلي بالك. مع الاضافه اللي انا قلتها لحضرتك دلوقتي، مع الاضافه الموضوع هيبقى هتحسي بتعب شويه اول يومين ثلاثه، وده امر طبيعي جدا جدا جدا. تمام. ما ده حصل، ما ده حصل معايا، بس ما فيش حاجة بعيدة عن ربنا، وكله ربنا هو اللي بيدي المرض وهو اللي بيدي الشفاء من عنده. بإذن الله، بإذن الله تعالى. نسأل الله لك ربنا الشفاء يبارك فيك والعافية يا يا رب. دكتور، وميرسي جدا جدا لحضرتك، واستمر معانا يا دكتور وما تغيبش عنا كتير، الله يخليك. شكرا لحضرتك، ليه بس ربنا أنا يبارك حاضر فيك. أنا مزعل. يا رب الله يسلمك. ماشي، في حاجة تانية حضرتك تحب تقولها لي اعملها تاني؟ لا كده كده تمام، نفذي بس اللي قلت لك عليه وارجع لنا تاني. ماشي، ماشي؟ ميرسي جدا. ماشي يا دكتور، ماشي، مع مع السلامة. السلامة. مع السلامة.